بيزل الانسولين، وقالوا ان احنا عندنا جي ال بي 1 انالوجز. فتلاقينا في عيله السكر تلاقينا في ولد مؤدب اللي هو البيزل الانسولين، واد مقرش معاه فلوس كويس بينزل السكر كويس، وتلاقينا بنت مؤدبه اللي هي الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست بتخسس. فقلنا طب ما نجوزهم لبعض، مش كده؟ نشوف كده الجوازه دي هتبقى جوازه سعيده ولا جوازه مش سعيده. فايه هي الاسئله؟ ايه هي الاسئله اللي احنا عايزين نبقى عارفينها في نهايه المحاضره؟ وات ار فيكسد ريشيو كومباينيشنز؟ اللي هم الكومباينيشن ما بين جي ال بي 1 ريسبتور اجونست وما بين البيزل انسولين. ليه احنا محتاجين ان المجموعه دي تبقى موجوده؟ امتى استخدمها وازاي استخدمها؟ طيب احنا طبعا الكلام ده اتقال كتير قوي ان الدايبيتس از بروجريسيف ديزيز، وان ممكن من 5 لـ7 سنين قبل ما يبقى في دايبيتس يظهر هيبقى في عندي انسولين ريزيستنس، وهيبدا يحصل ديكلاين للبيتا سيل فانكشن، وبالتالي العيان بتاع الدايبيتس دايما نقول العيانين بتوع تايب 2 دايبيتس انت في وقت من الاوقات هتحتاج الانسولين. يا دكتور نقول له انت كل مرضى تايب 2 دايبيتس في وقت من الاوقات هيحتاج الانسولين. طيب دايما الدايبيتس از بروجريسيف، يعني حتى لما يجي ياخد انسولين مش دايما هيحصل على النتيجه المرضيه، يعني حتى لما ياخد بيزا الانسولين مثلا هو كده خلاص حل المشكله؟ يعني لسه ساعات بتبقى المشكله ما زالت قائمه. طيب يبقى انا لما هدي للعيان انسولين بقول له احنا هنعمل انيشيشن للانسولين، طب وبعد ما نعمل انيشيشن هنعمل اوبتمايزيشن، هنقيس الفاستنج بتاعك ونشوف الدوز بتاعتك دي كده مناسبه ولا محتاجين نعمل دوز تايتريشن. طيب عملت دوز تايتريشن وبرضه وصلت للماكسيمم دوز وما زال السكر بتاعي مش مظبوط، عايزين نعمل انتنسيفيكيشن. الانتنسيفيكيشن ده ممكن يبقى ان انا احط حاجه ثانيه غير البيزا الانسولين، ممكن ادي جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، او ممكن ادي شورت اكتنج انسولين نديله بيزل بولس او بيزل بلس 1 او بلس 2 زي ما كان دكتور محمد جابر بيتكلم. طيب يبقى انا لما هدي للعيان انسولين انا برضو لسه المشكله ما زالت قائمه حتى في العيان اللي خد بيزل انسولين، لان حتى هو واخد الانسولين لسه في ان ادكويت جلايسيميك كنترول، اوفر 70% اوف بيبل وذ تايب 2 على بيزل انسولين مش واصلين للاي 1 سي بتاعهم. ان الهايبوجلايسيميا انا كل ما ازود الانسولين العيان مور برون هو يخش في هايبوجلايسيميا، انه بيزود الوزن بتاع العيان. ان ساعات لما نخش في ريجيمين اللي هو بيزل بولس او بيزل بلس وتقيس السكر بتاعك الفاستنج وتزود، ولما يبقى الفطر عالي زود البرانديال انسولين، مش كل الناس عندها الذكاء اللي هو يقدر يفهم المعلومات دي. احنا ساعات بنقول للعيانين المعلومه وناكد عليها وهو طالع، يا دكتور انت ما قلتليش استخدم العلاج ده ازاي؟ يا دكتور انت ما قلتليش اكل ايه؟ ده انت سكر بقالك 15 سنه عامل حاجه، لسه جاي دلوقتي تقول لي هاكل ايه؟ فعشان تقول له بيزل وبولس وتعمل تايتريشن للبولس ازاي والبيزل ازاي، الكلام ده تطبيقه بيبقى صعب. ساعات التعليمات دي بتحتاج ممرضه قاعده مع المريض اكتر من ان المريض يقدر يتعامل لوحده. طيب وبالتالي احنا قلنا ان البروبابيلتي اوف اتشيفنج جلايسيميك كنترول مع سنجل انجكتبل دراج مش دايما عاليه. ان العيان لو الاي 1 سي بتاعه اكتر من 9 وخد جي ال بي 1 ريسبتور اجنوس زي ما احنا شايفين كده، ان الغالبيه العيانين مش قادرين يوصلوا للتارجت اي 1 سي اقل من 7. لو خد بيزل انسولين وهو برضه الاي 1 سي بتاعه عالي اكتر من 9، شايفين ان الغالبيه العظمى من العيانين برضه مش قادرين يوصلوا للتارجت اي 1 سي. طيب يبقى احنا لو حطينا الاثنين مع بعض، لو قدرت ان انا اعمل كومباينيشن ثيرابي احط فيه بيزل انسولين اللي هو علاج قوي مع جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هو علاج قوي اللي هو كومبلمنتري مود اوف اكشن، الجوازه دي هتبقى ناجحه ولا مش هتبقى ناجحه؟ الجوازه الناجحه اللي هي الجوازه التكامليه، يعني الاثنين بيكملوا بعض. لو في عريس عصبي شويه متجوز واحده عصبيه شويه هيولعوا في البيت، انما لو واحد هادي شويه، واحد بينزل السكر بشكل قوي شويه والتاني بينزل بشكل جلوكوز ديبندنت مش هيعمل هايبوجلايسيميا، الجوازه هتمشي. لو واحد بيعمل ويت جين والتاني بيعمل ويت ريدكشن فالجوازه ممكن تمشي. يبقى ده اللي هو ايه الكومبلمنتري ميكانيزم اوف اكشن. سمبليفايد تريتمنت ريجيمين، وان هما الاثنين موجودين في قلم واحد، وان هو التايتريشن بتاعهم هيبقى بيعتمد على قياسه واحده، ان انا هعمل فاستنج بلاد جلوكوز وهعمل تايتريشن للجرعه بتاعتي على الفاستنج بلاد جلوكوز. طيب هما الاثنين مع بعض بيشتغلوا على اكتر من
باثوفسيولوجيك ميكانيزم. الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست زي ما كان دكتور اسامه بيتكلم هيشتغل على البرين، هيقلل الساتايتي، هيشتغل على البنكرياس، هيعمل جلوكوز ديبندنت انسولين اند جلوكاجون سكريشن، هيشتغل على الجي اي تي، هيقلل الجاستريك امتنج. البيزل انسولين هيشتغل لي على الليفر، هيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن، هيشتغل على الاديبوز تيشو، وهيشتغل على السكليتال ماسل، فبيزود لي الجلوكوز ديسبوزل. يبقى هما الاثنين تو دراجز بيشتغلوا بالكومبلمنتري ميكانيزم اوف اكشن. طيب انا لو هدي البيزل انسولين لوحده انا متوقع انه هينزل لي الفاستنج بلاد جلوكوز، ومتوقع انه هينزل لي الهيموجلوبين اي 1 سي، انما تاثيره على البوست برانديال مش هيبقى قوي. السايد افكتس بتاعته انه هيزود الويت طبعا، وممكن الهايبوجلايسيميا. لو اديت الجي ال بي 1 لوحده هينزل لي الفاستنج والبوست برانديال، هينزل اي 1 سي، هينزل الويت واللو افكت على الهايبوجلايسيميا. انما لما هدي الاثنين مع بعض انا متوقع ان الاي 1 سي هينزل بشكل اكتر، الفاستنج بلاد جلوكوز هينزل، الويت بتاعنا ممكن يحصل مودست ويت ريدكشن، مش هيبقى زي الجي ال بي 1 لوحده، بس ممكن يبقى فيه ويت ريدكشن، غير ان انا لما ادي انسولين يحصل ويت جين. وبالتالي ففي كومبلمنتري ميكانيزم اوف اكشن، وفي ان هما الاثنين سينرجيستك اكشن، والسايد افكتس بتاعتهم بيعادلوا بعض. طيب ده كده ال A1C وان سي الكونتريبيوشن للفاستنج والبوست برانديال بلاد جلوكوز خلال الرينجز بتاع الاي 1 سي. ان انا عندي الفاستنج بلاد جلوكوز بيبقى مساهم اكتر لما يبقى الاي 1 سي بتاعي اعلى من 8.5، وبالتالي لما يبقى عندي دراجز شغال على الفاستنج بلاد جلوكوز تقدر تتعامل مع الاي 1 سي بتاعي في المستويات العاليه زي مثلا البيزل انسولين. انما لما يبقى الاي 1 سي بتاعي في الرينج بتاع من 7.5 لغايه 8.5 بيبقى الكونتريبيوشن للبوست برانديال بلاد جلوكوز اكتر. انا عندي الكومباينيشن هيقدر يتعامل مع الفاستنج والبوست برانديال، ويقدر يتعامل مع الاي 1 سي بتاعي العالي حتى لو كان اكتر من 9.5. طيب احنا كده قلنا ليه احنا محتاجين ان يبقى في عندي مجموعه اسمها فيكسد ريشيو ليه انا محتاج ان يبقى في عندي كومباينيشن ما بين الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست والانسولين. ان احنا قلنا ان ممكن تارجت اكتر من باثوفيسيولوجيك ميكانيزم، ان العيان اللي ماشي على سنجل انجكتابل دراج 70% منهم مش هيقدر يوصل للتارجت اي 1 سي لو كان البدايه بتاعته في الاي 1 سي عالي اكتر من 9. طيب امتى هستخدم الفيكسد ريشيو كومباينيشن؟ عيان ان كنترولد على اورال هايبوجلايسيميك دراجز والاي 1 سي بتاعه عالي جدا من البدايه، يبقى احنا الجايد لاينز دلوقتي هتقول لنا ان انت تستخدم الاول سنجل انجكتابل دراج، يعني ممكن نستخدم الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست زي ما الدكتور اسامه كان عارض لنا الجايد لاينز، او ممكن استخدم البيزل انسولين. طيب لو الاي 1 سي اصلا من البدايه عالي جدا انا ممكن استخدم الكومباينيشن ثيرابي من الاول، او لو عيان اصلا ماشي على الجي ال بي 1 وصل للماكسيمم دوز ولسه ان كنترولد، او عيان ماشي وهو ان كنترولد على بيزل انسولين الون. مكانه في الجايد لاينز اللي هو الخط الازرق اللي موجود في النص دوت، اللي هو العيان اللي هو انا احتجت له انجكتابل دراج، فلو استخدم سنجل انجكتابل دراج هبدا بالجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. طيب وصلت للماكسيمم دوز والعيان كان التوليريت، يبقى انا عندي التشويس ان انا ابدا كومباينيشن ثيرابي فيكسد ريشيو كومباينيشن ما بين الجي ال بي 1 ريسبتور وما بين البيزل انسولين، سواء كان فيكسد ريشيو او فري ريشيو كومباينيشن. احنا كده قلنا ليه انا محتاجه، وقلت امتى استخدمه، عيان على اورال والاي 1 سي بتاعه عالي جدا، او عيان ماشي على سنجل انجكتابل دراج سواء جي ال بي 1 ريسبتور او بيزل انسولين ومش كنترول. ايه هما الفيكسد ريشيو كومباينيشنز اللي موجودين عندنا في مصر؟ هما نوعين من الالام، هما السوليكوا والزولتيفاي. شركه سانوفي عامله السوليكوا، زي ما الزملاء كانوا بيكلموا دكتور اسامه ودكتور محمد، شركه سانوفي بتعمل لنا سولوستار. يبقى لما بكتب اي الام من انتاج شركه سانوفي يبقى انا هكتب سوليكوا سولوستار. هما السوليكوا بتاعتنا دوت في حاجتين، في الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست هيبقى اسمه ليكزيسينتايد، والبيزل انسولين اللي هو الانسولين جلارجين اللي هو اللانتوس. يبقى هم حاطين انسولين جلارجين مع ليكزيسينتايد. هم عاملين قلمين، القلم الاصفر والقلم الاخضر الزيتوني.
الفرق بينهم ان القلم الاصفر ده فيه انسولين بمعدل وحدتين انسولين لكل واحد مايكروجرام من الليكزيسينتايد، انما القلم الاخضر فيه ثلاث وحدات انسولين لكل واحد مايكروجرام ليكزيسينتايد. يعني العيان اللي هيحتاج انسولين كتير هنكتب له القلم الاخضر او القلم الزيتوني، العيان اللي محتاج كميات انسولين اقل هكتب له القلم الاصفر. طيب الطبيعي بتاعي ان انا لو هبدا انسولين بنبداه ازاي؟ لو عيان انسولين نايف ما بياخدش انسولين قبل كده، يبقى انا الطبيعي ان انا هديله 10 يونت من البيزل انسولين، يبقى انا هبدا له بالقلم الاصفر وهبدا له ب 10 يونت من القلم الاصفر، وبعدين الدوز تايتريشن بتاعي اكوردنج تو فاستنج بلاد جلوكوز، قيس لي السكر بتاعي كل 3 ايام وشوف لي سكرك قد ايه، وصل للتارجت بتاعك اللي هو غالبا بنقول من 80 ل 140، كمل على الدوز بتاعتك، لسه ما وصلش علي وحدتين بوحدتين. يبقى ده لو انا عيان انسولين نايف. طيب احنا كده نطينا حاجات عايزين نرجعها تاني. امتى بستخدم القلم الاخضر؟ لو العيان محتاج جرعات عاليه، او لو العيان انا عامل له شيفت من انسولين. طيب للعيان لو انا وصلت بيه لدوز اعلى من 40 من القلم الاصفر، انا كده محتاج اعمل له شيفت الى القلم الاخضر، يبقى كده هو محتاج جرعات عاليه من الانسولين. الدوز بتاعتنا اخر القلم 40 من الاصفر واخر القلم 60 من الاخضر. لو وصل ان هو بياخد 60 وحده انسولين بيزل انسولين مع الماكسيمم دوز من الليكزيسينتايد اللي هو 20 مايكرو جرام بير دي ولسه مش كنترول، يبقى هنفصلهم عن بعض وياخد اللي هو الفري كومباينيشن مش الفيكسد ريشيو كومباينيشن. اضيف يعني يبقى نغير الريجيم اللي موجود. طيب ده كده بالنسبه للتايتريشن. طيب القلم الثاني بتاعنا اللي هو الزولتيفاي، احنا قلنا سوليكوا في عندنا قلمين، القلم الاصفر من 10 ل 40 والقلم الاخضر من 30 الى 60. لو العيان نايف هبدا له بالقلم الاصفر 10 وحدات واعمل دوز تايتريشن كل 3 ايام. لو العيان كان ماشي على انسولين من الاول بشوف هو كان ماشي على جرعة عالية من الانسولين، لو اكتر من 30 وحدة انسولين هبدأ له بالقلم الاخضر وابدأ له بالجرعة 30. تمام؟ طب لو هو ماشي على انسولين اقل من 30 وحدة يبقى هبدأ له بالقلم الاصفر وابدأ له من الجرعة 20، لان بدور على الشريحة دي مش لاقيها. طيب يبقى انا الانسولين النايف بتاعي هيبدأ بالقلم الاصفر 10 وحدات. طب هو بياخد انسولين بشوف الجرعة اللي هو ماشي عليها قد ايه. ماشي على جرعة اقل من 30 وحدة هبدأ له بالقلم الاصفر 20. ماشي على جرعة أعلى من 30 وحدة هبدأ له بالقلم الأخضر 30 وحدة وأعمل له جراديوال أب تايتريشن. إمتى هحتاج القلم الأخضر؟ لو أنا وصلت للجرعة الماكسيمم من القلم الأصفر اللي هي 40 والعيان مش كنترول، يبقى أنا محتاج له مور إنسولين، هيعمل شيفت على القلم الأخضر اللي فيه جرعات عالية من الإنسولين وأبدأ من ال 40 وأعمل تايتريشن أكوردنج تو فاستنج بلاد جلوكوز. ده كده بالنسبة للسوليكوا. القلم الثاني بتاعنا اللي هو الزولتيفاي، الزولتيفاي دوت فيه ليراجلوتايد مع ديجلوديك، البيزل انسولين بتاعنا ديجلوديك ترسيبا مع ليراجلوتايد اللي هو الفيكتوزا. الدوز بتاعتنا 100 بيزل انسولين 3.6 ليراجلوتايد. الاثنين بيتاخدوا وانس ديلي ادمنستريشن، غالبا بنبداهم او بنديهم بيفور المين ميل، بثبت لهم ميعاد في اليوم بيفور المين ميل. جلايسيميك كنترول ثرو ذا داي، طبعا بيأتاك الفاستنج والبوست برانديال ستيدي تايتريشن resulting in more favorable tolerability profile. اللي بيتميز بقى ان هو ايه؟ هنا لو هبدا انسولين نايف برضه 10 وحدات زي التاني، لو عيان لسه اول مره هياخد انسولين هبدا له 10 وحدات من الزولتيفاي. وعندنا دوز تايتريشن ما بين ان انا بعمله كل 3 ايام او بعمله كل اسبوع، نفس الكلام قيس الفاستنج بلاد جلوكوز، وصلت للتارجت بتاعك كمل، لسه ما وصلتش علي وحدتين، السكر نزل منك قلل وحدتين، يبقى لو نايف 10 وحدات. طب لو هو ماشي على انسولين ببدا له من 16 وحده، يبقى لو العيان بتاعي بعمل له شيفت من ان هو بياخد انسولين او جي ال بي 1 ريسبتور اجونست هبدا له من 16 وحده في اليوم قبل المين ميل واعمل له تايتريشن. القلم بتاع زولتيفاي اخره 50،
يبقى لو وصلنا لل 50 يبقى برضو ما بين ان هو محتاج يزود بيزل او ان انا اعمل له فري كومبينيشن، ان انا افصلهم عن بعض. بنعمل برضو نفس الكلام اللي هو التايتريشن بتاعنا، لو كل 3 ايام بشوف الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعي، لو التارجت بكمل، لو السكر وطي بقلل وحدتين، ولو اعلى من التارجت بزود وحدتين. انا خلصت تقريبا، دي اخر شريحه. ان احنا عندنا التايتريشن بتاعنا ما بين ان انا اعمله وانس ويكلي او اعمله توايس ويكلي. العيان اللي سكره هادي شويه ممكن اعمله وانس ويكلي، العيان الفاستنج بتاعه 160 ولا 180 يبقى انا كل اسبوع بشوف له يومين ورا بعض كده، وخد الايه المتوسط بتاعهم الفاستنج وشوف اعلى من التارجت بتاعك زود، جوه التارجت كمل. طيب لو العيان سكره عالي وانا عايز اعمل تايتريشن سريع ممكن اعمله كل 3 ايام، قيس واعمل متوسط كل 3 ايام وشوف لو السكر عالي اعمل له تايتريشن. طبعا المزايا ان انا اعمل كومبينيشن، ان انا بعمل ان انا بعمل سيجنيفيكانت ريدكشن في الاي 1 سي، ان انا بقلل الريت اوف هايبوجلايسيميا عن العيان اللي بياخد بيزل انسولين لوحده، ان هو سيجنيفيكانت ويت ريدكشن، سنجل ديلي انجكشن، لوور انسولين ريكوايرمنت. اند ثانك يو، اعتقد انها جوازه لك ان شاء الله. شكرا دكتور خالد على البرزنتيشن از يوجوال، يعني